الحب كما يقول ابن القيم رحمه الله أساس الحياة. الإنسان ما بيتحرك أي حركة إلا لأجل الحب. بيحب يشبع فبيأكل، بيحب يرتاح فبينام، بيحب المال فبيشتغل. كل حركاتنا مبنية على الحب. بس في ناس أساءوا للحب عشان طعنوا الأشخاص اللي أحبون وما حفظوا حبهم وأذلون وأهنون وتخلوا عنهم بأصعب اللحظات اللي هني بحاجة فيها لإلهم، فبالمقابل هالأشخاص كرهوا الحب بسببهم.